اللي رغد أبو بكر محمد حسن صالح، أني جيت لها من اليمن عشان أجي أعامل لأمريكا. أبي مستلم فيزا وسافروا أمريكا وطرحوني عند مرة وابنه. المرة قاية كبيرة بالسن وهي ابنه كبير، يعني أني جالسة هكذا لحالي، تركون لحالي بسبب يعني ما استلمت حق الفيزا. أنا حلمي إني أستلم حق الفيزا وأصير عند أبي وأمي بأقرب يوم، هذا حلمي إني أصير عند أبي وأمي. وأني لما أمي قزعها حسيت حالي عشان تعرف ما عشتش أكل ولا أشرب، يعني ولا كنت كلت وما رضيتش كنت أكل. إذا قلت كان أنا أكل حلم ما كنتش أكله، أني كل يوم أبكي، كل يوم أشي أبي أمي، يعني كل يوم ولاقة وقفته عشان أشي تلاقي أنا أمي، كل يوم أنا أبكي عشان أتلاقي أني بابا وماما. أشتي أصير أدرس عند أخوتي وكلهم أخوتي بعد شهر عايزين يدرسوا، وأني عدني بمصر هذا وعدني أعامل وعدني بعيد، يعني شو أصير عند أخوتي؟ شو أصير أدرس؟ يعني هذا حلمي إني أسافر أمريكا، حلم أصير عند أخوتي.